على فراش الأجل قبل المنية، أبو محمد يجر خفية، ويلي وحالته صعبة بعذابه، ليالي ومهجته تسعار لظية، يعاني يا وسف جمرة سمومة، وروح مفطرة بسم الدعية، من هموم بلا وسم ورزايا، وفي طشتة قذف كبد الدمية، على فراشي الأجل قبل المنية، أبو محمد يجر ونا خفية، ويلي وحالته صعبة بعذابه، ليالي ومهجته تسعار لظية، يعاني يا وسف جمرة سمومة، وروح مفطرة بسم الدعية، من هموم بلا وسم ورزايا، وفي طشت قذف كبد الدمية، وما بين الألم لن الحسين جال، وعليه بحسرته في محنته بجال، خليصة يا وسف بدرا خسف جمال، وبس شافي طشت من ينشد بسؤال، وما بين الألم لني الحسين جال، وعليه بحسرته في محنته بجال، إي خليصة يا وسف بدرا خسف جمال، وبس شافيت طشت من ينشد بسؤال، شل حصل يا خويا شنهي هالرزية، يا الحسن أنشدك عن حالك الفجيعة، قلب الرزية حانت المنية،
واخفي طشت خويه لا تنظر الوديع واسمعي الوصية بالله يا شفية واسمعي الوصية بالله يا شفية بعد تحمي زينب يا حماي الشريعة شل حصل يا خويا شل حصل يا خويا شنهي هالرزية يا الحسن أنشدك عن حالك الفجيعة قلب الرزية حانت المنية وأخفي طشت خويا لا تنظر الوديعة واسمعي الوصية واسمعي الوصية بالله يا شفية بعد تحمي زينب يا حماي الشريعة بعد تحمي زينب يا حماي وما بين الألم لأن الحسين جاله وعليه بحسرته في محنته بجاله خليصة يا وسف بدرا خسف جماله وبس شاف طشت لن ينشد بسؤاله شل حصل يا خويا شنهي هالرزية يا الحسن أنشدك عن حالك الفجيعة قلب الرزية حانت المنية واخفي طشت خويا لا تنظر الوديعة واخفي طشت خويا لا تنظر ولن زينب اجت بالحسرة والمآسي للأخو تواسي يقول أن تنظر طشت مملي بالدموع ولن زينب اجت بالحسرة والمآسي للأخو تواسي يقول أن تنظر طشت مملي بالدموع وصاحت بالألم يا مهجة البتولة حالتك مهولة وكأنك يا الحسن تفجعني هاليوم يضمها ودمعتها مالة وقرب للمجتبى حينه ينادى بولادها الساعة ينادى بولادها الساعة وعليهم يتلفت بعينه وزينب تبجي عن شماله والحسين جالس عن يمينه يواصيب الضام والحارة ويحكي باغاته ونينه غمضت عيونه واهل ينظرونه تنادي يا ولينه والمهجة بجروح لنسى بالإيدين من عرق جبينه لنسى بالإيدين من عرق جبينه واختفى ونينه لانفاضت الروح غمضت عيونه واهل ينظرونه تنادي يا ولينه والمهجة بجروح
لنسى الإيدين من عرق جبينه واختفى ونينه واختفى ونينه لنفاضت الروح واختفى ونينه لنفاضت الروح أين المنادي وحسنا وسيدا ومسموما ولن زينب إجت بالحسرة والمآسي للأخوت واسي ولن تنظر طشت عملي بالدموع وصاحت بالألم يا مهجة البتول حالتك مهولة وكأنك يا الحسن تفجعني هاليوم يضمها ودمعتها مالة وقرب للمجتبى حينه ونادى بولادها الساعة ونادى بولادها الساعة وعليهم يتلفت بعينه وزينب تبكي عن شماله يقول حسين جالس عن يمينه يوصي بالظالم والحور ويحكي باغات ونينة غمضت عيونه وهلا ينظرونه تنادي يا ولينا والمهجة بجروح لنسب الإيدين من عرق جبينه واختفى ونينه لنفاضت الروح واختفى ونينه لنفاضت الروح أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء إن شاء الله لكن يا شيعة وش حالة الجنازة بعظم مصيبة جسم السبط جهازة صوب الرسالة من راحة الهواش بسهم الأعادي لكن عشت جازة عدو المصطفى الأمجد أحقد بينا يتجدد وعليه سهام وجهها مثل ما حارب أحمد ولعجب عن قبر جده يحفيد الهادي يتبعد وزينب تنعب الحسرة بمان الله يا ابو محمد بمان الله يا ابو عدو المصطفى الأمجد أحقد بابن يتجدد وعليه سهام وجهها مثل ما حارب وأحمد ولعجب عن قبر جده حفيد الهادي يتبع وزينب تنعب الحسرة بمان الله يا ابو محمد بمان الله لكن يا شيعة وش حالة الجنازة بعظم مصيبة جسمي سبوط جهازة صوب الرسالة من راحة الهواشم بسهم الأعادي لكن عشت جازة عدو المصطفى
مصطفى الأمجد أحق دابين يتجدد وعليه سلام وجهها مثل ما حارب وأحمد ولعجب عن قبر جده حفيد الهادي يتبعد وزينب تنعب الحسرة بمان الله يا ابو بمان الله عدو المصطفى الأمجد أحق يتجدد وعليه سلام وجهها مثل ما حارب وأحمد ولعجب عن قبر جده حفيد الهادي يتبعد وزينب تنعب الحسرة بمان الله يا ابو محمد بمان